موجودين في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة. المنتدى ده بيبقى الهدف الأساسي منه أنه الدول تتقدم بتقارير اختيارية بتعرض فيها حققت إيه في إطار أهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة تم إعلانها في سنة 2015. مصر من أوائل الدول اللي كان عندها أجندة خاصة متوافقة مع أجندة التنمية المستدامة وعملت أجندة مصر 2030 أو رؤية مصر 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية. وبعد كده الحقيقة مهم جدا ان احنا نتقدم، ودي رسالة جيدة جدا ان احنا تقدمنا في خلال الفترة اللي هي من 2016 حتى النهاردة، تقدمنا مرتين بشكل اختياري. من ضمن النهاردة احنا 47 دولة متقدمة بالتقرير الاختياري، بتقول للعالم وللمجتمع الدولي كله احنا حققنا ايه في اطار الوصول الى تحقيق الاهداف التنمية المستدامة. طبعا النهاردة عرضت التقرير على المجتمع الدولي وعلى الحضور، والحقيقة أشاد الحضور بالتقرير لأن احنا بنتكلم فيه على ما تم إنجازه. احنا بدأنا مرحلة استقرار سياسي منذ 2014، ثم تلتها مرحلة خاصة بالإصلاح الاقتصادي، عرضنا فيه كافة الجوانب اللي كانت بالإصلاح الاقتصادي، المؤشرات الاقتصادية، حققنا ايه في مجال الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه طبعا جميع الدول اللي بتمر بمراحل إصلاح اقتصادي هذا الإصلاح بيبقى له تكلفة. مصر ما هياش فريدة في هذا، مصر من ضمن الدول اللي لما تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي جاد وحقيقي بيبقى له بعض التكلفة. وبالتالي حطينا اتكلمنا على الحماية الاجتماعية اللي مصر قدمتها في هذا الإطار، برامج الإسكان الاجتماعي، برامج الدعم النقدي، التكافل والكرامة. اتكلمنا أيضا على التقدم اللي مصر عملته في مجموعة من المجالات زي الجديدة، ان في 15 مدينة جديدة مصر بتنشأها من ضمنها مدينة العلن، المدينة الإدارية الجديدة، وان كل هذه المدن، وده اللي بيتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ان كل هذه المدن هي مدن يعني مستدامة، هي مدن خضراء بها مساحات للمشي، بها طاقة، سقوف المباني فيها بتبقى طاقة جديدة. كل ده يتوافق بشكل تام جدا مع أهداف التنمية المستدامة. كلمنا أيضا على الجهود اللي مصر قامت بيها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، القانون، استراتيجية مصر في توفير الطاقة الجديدة المتجددة. والحقيقة أيضا على هامش التقرير الاختياري اللي مصر قدمته، أيضا احنا اتكلمنا على عملنا حدثين جانبيين. أحد هذه الفعاليات كانت فعالية خاصة بالاقتصاد الأخضر وتشغيل الشباب، وده الحقيقة كان أحد الفعاليات الهامة جدا اللي احنا النهاردة بنتكلم على أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وثروة كبيرة جدا من الموارد البشرية، لابد من أن احنا نحسن استغلالها، لابد أن احنا نوفر لهم فرص عمل أفضل. والحقيقة مجال الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد اللي مستدام ده بيوفر فرص عمل أكبر للشباب، زي ما هناك التكنولوجيا والتقدم له الفوائد بتاعته، التكنولوجيا المسؤولة. فكنا بنتكلم والحقيقة كان معانا نماذج من الشباب المصري الحقيقة المشاع اللي ترك انطباع رائع على جميع الحضور، ان هناك نماذج رائدة. ومهم جدا ان احنا الحقيقة يعني العالم والمجتمع الدولي يشوف هذه النماذج من الشباب الناجح اللي بدأوا مشروعات صغيرة في مصر وكبرت وبقت لها دور كبير جدا بالذات في مجالات جديدة زي مجالات الطاقة المتجددة. الحدث الثاني كان طبعا خاص بالمدن المستدامة، وكلمنا على المدن وازاي نحن نتوسع في مجال العمران وفي مجال التنمية المستدامة من خلال مدن مختلفة، وهذه المدن كلها مدن صديقة للبيئة. نحن طبعا عندنا التحديات، أحد التحديات وهي زيادة معدلات النمو السكاني ب 2.5% كل عام، وبالتالي لابد ان احنا استراتيجية مصر 2030 تتكلم على زيادة مضاعفة الرقعة أو المساحة
اللي بيعيش عليها الأفراد في خلال هذه المدة من 7% إلى 13%، وبالتالي إنشاء مجموعة من المدن ده بيوفر أماكن أقل كثافة، بيوفر فرص عمل. بنتكلم على إن هذه المدن كلها بتبقى فيها التنمية الشاملة، فيها جامعات، فيها مدارس، فيها مراكز ثقافية، فيها ملاعب رياضية. كل الكلام ده الحقيقة بيبقى هام جدا في هذا المجال. النقطة المهمة جدا ان احنا نتكلم عليها، وهي انه الاستراتيجيات دي بتنجح ازاي. الاستراتيجيات دي بيمضمن اهم اهدافها واهم المعايير ان يكون هناك ارادة سياسية، واحنا هذه الاستراتيجية تم اطلاقها من قبل السيد رئيس الجمهورية، فيها متابعة دورية من سيادته على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، فيها قدر كبير جدا من المشاركة من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني، وكان معانا ايضا مجموعة ممثلة من القطاع الخاص كلمت على ازاي ان هناك مشاركة حقيقية في كل الخطط، في كل القرارات، حوار مفتوح ومستمر بيننا وبين القطاع الخاص ومن المجتمع المدني. دي من العناصر الأساسية النهاردة لنجاح هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى إشراك الشباب. احنا عندنا مجموعة من الشباب موجودين من كافة الجامعات المصرية، مجموعة ممثلة بنلتقي بيهم بشكل مستمر بحيث ان هم يبقوا جزء أساسي. هم النهاردة من أهم الفئات اللي هيطبقوا 2030، هم المستفيدين بيها وهم اللي بيطبقوها، وبالتالي بيبقى هام جدا ان هم يبقوا جزء لا يتجزأ من التحديث ومن استراتيجية 2030.